أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة دي عشان أول أسبوع فهنحكي حكاية من التاريخ. المواطن في أي دولة، أي دولة بيبقى له حقوق فيها، حقوق في كل حاجة. حقوق لأن الدولة لازم تدور على حقوق المواطن، من أول الحق في المشاركة في القرارات المصرية لحد الحق في التعليم والصحة والسكن والأمن والغذاء الصحي. الحقيقة إن الحقوق دي مراعاة جدا في كل دول العالم، والفرق بين دولة متخلفة ودولة متحضرة هو مدى مراعاتها لحقوق الإنسان. حقه في التعبير، حقه في السكن، حقه في الأكل، حقه في كل حاجة، حقه في الصحة. والحقيقة إن ده كان موجود في مصر لفترة كويسة يعني، لحد ما وصل العسكر إلى حكم مصر. العسكر ضحكوا على المصريين وبلفوهم في حتة صغيرة قد كده، بلفوهم بحكاية الوطنية، وشك في الحيط وقفك ليا. فبقيت انت عليك واجبات بس، مالكش حقوق خالص باسم الوطنية. عشان كده السيدة عليا التونسية لما غنت من ألحان حلم بكر، ما نقولش ايه اديتنا مصر ونقول هندي ايه لمصر. طب لما انا ما معيش هديها ازاي؟ هذا الشعار السخيف عاشوا عليه العسكر. خليني أضرب لكم مثل الليلة دي في حاجة واحدة بس، في التعليم. بعد نكبة فلسطين واغتيال النقراشي باشا واغتيال حسن البنا، كانت البلد مضطربة سياسيا بشكل كبير، وكان الملك فاروق مش في وضع كويس، فقرر أنه يستعين بحزب له شعبية أنه يمسك الوزارة اللي هو حزب الوفد، وتعين أو يعني أختير مصطفى النحاس رئيس الوزارة وشكل الحكومة. ده مصطفى باشا النحاس، دي صورته، ده الملك فاروق طبعا، ما عرفش لو يطلع الملك، بس المفروض صورة مصطفى النحاس. أيوة هي دي بدلة التشريفات دي أيام ما كان في تشريفات. النحاس كان بيشكل حكومة، فقرر يستعين بوزير تقيل جدا في وزارة المعارف، اللي هو قاعد يدور مين يمسك وزارة المعارف اللي هي كان اسمها المعارف اللي هي التعليم دلوقتي. وطبعا أقدر واحد يشكل يبقى يمسك وزارة المعارف هو الدكتور طه حسين. الدكتور طه حسين ابن مغاغة عزبة الكيلو في مغاغة في المنيا. الراجل ده كان له علاقة بالتعليم غريبة جدا. مش أول مرة كان يتعين الدكتور طه حسين يتعين وزير تعليم، لأنه في سنة 43 في وزارة نجيب الهلالي باشا اتعين طه حسين وزير للتعليم. خدت بالك أنت؟ وطه حسين أول ما تعين في وزارة نجيب الهلالي عمل مجانية التعليم لحد الابتدائية، واستطاع أنه يصدر قرار بأن كل المصريين يتعلموا لحد الابتدائية. كان نفسه يكمل أكتر من كده بس الدنيا ما كانتش تساعده. لما اختاروا النحاس في وزارة الخمسينات بعد بقى ما اغتيل حسن البنا، طه حسين كان في دماغه المشروع التعليم لحد الثانوي مجانا. وتعرض المنصب على طه حسين، دي صورة عميد الأدب العربي العبقري، العبقري اللي قلما ينجب الوطن العربي واحد زيه. طه حسين اشترط على النحاس انه عشان امسك الوزارة دي لازم أكمل مشروعي في التعليم، إن التعليم يفضل لحد ثانوي. هو كان في وزارة نجيب الهلالي في 43 عمله مجاني لحد ابتدائي، أنا بقى عايز أكمل لثانوي. طبعا في الوقت ده كانت البلد عبارة عن أسياد وعبيد بشكل واضح، مفيش فيه لف، في ناس فوق وناس تحت، لكن بشكل واضح ومتفق عليه. لكن العسكر بعد كده هيلخبطوا الدنيا ويضحكوا عليك ان مفيش كده، بس هو كده لحد دلوقتي كده اسياد وعبيد. وقررت، وكانت الاسياد في الوقت ده مستكترين عن المصريين ويتعلموا. وطه حسين له فيديو مشهور قوي بيحكي فيه قصه غريبه قوي، والفيديو ده موجود على بيبو لو دور عليها هيلاقيه. طه حسين بيحكي انه لما فكر في مجانيه التعليم، طبعا كانوا البشوات ضد مجانيه التعليم. الله، انت عايز تعلم الخدم، عايز تعلم مش عارف مين. الرأي ده كان هو الرأي السائد للطبقة اللي فوق،
من ضمن او على راس الطبق اللي فوق دول واحد انا بحبه، مع ان هو شخصيا قريب من الزباله شويه، البرنس يوسف كمال. انا بحب البرنس يوسف كمال جدا، مع ان هو شخصيه تقريبا زباله. عارف ليه بحبه؟ لان البرنس يوسف كمال ده هو اللي دخل الفنون الجميله مصر. البرنس يوسف كمال ده هو اللي عمل مدرسه الفنون. الفيلا بتاعته، السرايا بتاعته، هي كليه فنون جميله الزمالك لحد دلوقتي. بس الراجل ده كان له تصرفات كده غريبه، وكان متعالي قوي، انما هو كان راعي الفنون فعلا بامانه شديده. يعني ما هو احنا كلنا كده ابيض واسود، ما فيش فينا شخص ابيض على طول او اسود على طول الا السيسي. على اي حال، البرنس يوسف كمال اجتمع بطه حسين وقال له: يا دكتور طه، هو انتوا عايزين تعملوا التعليم مجاني؟ انت عايز تعلم الخدم؟ فطه حسين بيحكي بيقول: على فكره البرنس يوسف كمال ده يبقى ابوه احمد رفعت اللي غرق، وجده يبقى ابراهيم باشا القائد الكبير ابن محمد علي. قال له: انتوا عايزين تعلموا الخدم كده، ولاد الخدم تعلموهم، امال مين اللي هيخدمنا؟ فرد عليه الدكتور طه حسين قال له: انا سمعت انك انت جاي من زياره كنت في اوروبا. قال له: اه. قال له: مين اللي كان بيقدم لك الشاي والقهوه في المنتديات؟ ما هم دول متعلمين. الفيديو ده موجود على اليوتيوب، لو دور بيبو هيلاقيه. الدكتور طه حسين كان بيحكي عن رحله كفاحه لتطبيق مجانيه التعليم من اولى ابتدائي لحد ثانوي في مصر، وازاي كان في عاصفه ضده. الاختصار يعني اتمسك الدكتور طه حسين بالشرط الوحيد ده، ان يكون التعليم حتى ثانوي بالمجان. وطبعا وافق النحاس باشا، وده كان نموذج لازاي بيتم اختيار وزير. جاي منين الدكتور طه حسين؟ جاي من عزبه في قريه تبع مدينه تبع محافظه، عزبه الكيلو، مركز مغاغه، يعني الدنيا ضلمه، لكنه كان جاي من جوه الشعب، بيعبر عن طموحات وامال الشعب، زي بيقول الاستاذ الدكتور كمال مغيث في السطور دي: كيف تختار النظم وزرائها وزاره التعليم نموذج. الراجل ده على فكره تربوي، والراجل ده كان انا نفسي اسالك سؤال يا غالي يا سيسي، طب ليه ما عينتش الاستاذ كمال مغيث وزير؟ والله الراجل ده يا جماعه يعني افنى عمره في قصه التعليم والحاجات دي. ليه تجيب برشامجي؟ عشان امه مثلا عندها مدارس، وهي مدارس امه دي بتعلم حاجه؟ خلينا نرجع لكمال مغيث بيقول ايه. مع حفظ الالقاب والمقامات، في اواخر الاربعينات القرن الماضي كانت الضغوط السياسيه والاجتماعيه قد بلغت مداها على الملك فاروق هزيمه فلسطين وما اثارته من غضب شعبي. وهنا اشار بعض اولاد الحلال على الملك ان ياتي بالنحاس باشا زعيم الوفد ليكون رئيس الحكومه. طبعا الملك كان يكره النحاس. ليه بقى؟ ما هو احنا لسه اول اسبوع فنحكي الحكايات. يعني الملك كان يكره النحاس جدا، لانه النحاس جاب قوه الدبابه في فبراير 42 لما الانجليز اجبروا الملك انه يوافق على النحاس، والا هيطيروه من العرش. فالملك ما كانش طايق النحاس. خلي بالك، حط دي في ذهنك وانت بتقرا كلام الاستاذ مجنون. اشار بعض اولاد الحلال على الملك ان ياتي بالنحاس باشا زعيما للوفد ليكون رئيسا للحكومه ويحمل هو تلك التركه الثقيله. وراح النحاس باشا يشكل وزارته، فقصد طه حسين وطلب منه ان يقبل بتعيينه وزير المعارف. كان طه حسين وقتها يحمل فوق ظهره تاريخا عظيما، فهو ابرز كتاب مصر اللي بعده يا بيه، وخلفه معاركه لتجديد مناهج الازهر، وصاحب اول دكتوراه من الجامعه الاهليه، واستاذ الادب العربي، وطبعا كان عميد كليه الاداب مرتين. على فكره بالمناسبه، معلش هي اول اسبوع نستحمل بعض، يعني الدكتور طه حسين ده من ضمن الحاجات اللي ما لم يرد على ذكرها الاستاذ كمال مغيث، هو اللي اسس جامعه اسكندريه، كان بيسموها جامعه فاروق، لأن كانت جامعة القاهرة اسمها جامعة الملك فؤاد أو جامعة فؤاد الأول، جامعة اسكندرية كان اسمها فاروق، واللي أسسها الدكتور طه حسين. هو بس الأستاذ كمال يمكن عشان المقال، وأستاذ الأدب العربي وصاحب معركة الشعر الجاهلي، وأول عميد طبعا لكلية الآداب مرتين على فكرة، وصاحب أبرز معركة لاستقلال الجامعة، وصاحب كتاب مستقبل الثقافة في مصر الذي يحتوي على أكمل برنامج للتعليم المصري، وصاحب دعوة التعليم كالماء والهواء، ومؤسس أهو مؤسس جامعة اسكندرية الحمد لله قالها، وصاحب قرار توحيد التعليم الأولي والابتدائي، ودي في وزارة زي ما قلنا نجيب الهلالي،
وأخيرا صاحب كتاب المعذبون في الأرض الذي صادرته السلطات فطبع في بيروت ودخل مصر مهربا، وغير هذا عشرات من الكتب والمقالات والترجمات. ومع كل هذا فقد قال طه حسين إنه يقبل الوزارة بشرط أن يكون قرار مجانية التعليم الثانوي من ابتدائي الثانوي هو أول قرار يصدره قبل أن يجلس على مقعد الوزير. وبعد أخذ ورد مع السراي جاء طه حسين وزير المعارف، وأثناء حلفانه لليمين ومصافحته للملك يقول له الملك أهلا بطه حسين رجل متاعب، فيرد طه حسين اللي بعده المتاعب يا مولاي لا تطلب لذاتها ولكن يجيئها الإنسان في طريقه إلى الحق. وفي جولات طه حسين الميدانية وزيرا في المديريات المختلفة يتلقى سكرتيره عشرات من الدعوات الوزير العظيم على الغداء والعشاء والشاي، فيطلب من وزيره قبول كل الدعوات والتنسيق بينها على أن يكون مقابل دعوة الشاي 1000 جنيه ومقابل دعوة الغذاء والعشاء 5000 جنيه توضع كلها في صندوق الأبنية المدرسية في كل مديرية. واليوم بعد مرور 75 سنة على وزارة طه حسين يأتينا رئيس وزارة بوزير ليس أستاذا بكلية من كلية التربية وليس خبيرا في أحد المراكز التربوية وليس موظفا كبيرا أو وكيلا أو مستشارا في وزارة التربية والتعليم وليس من الكتاب أو المثقفين المهتمين بالشأن التعليمي، ولم يضبط له مقال ولا بحث ولا مقابلة ولا ندوة ولا حوار حول أي شأن من شؤون التعليم، بل وليس موظفا عموميا، بل ومشكوك في حصوله على أي مؤهل دراسي معتمد. وبين قوسين يا أستاذ كمال برشمجي، وهنا يصبح من حقنا أن نسأل كيف تدار مصر ومن يديرها؟ طيب راحت وزارة النحاس ووزارة اللي بعد النحاس وقامت انقلاب يوليو. لما جم العسكر في 52 جابوا الضباط ومسكوهم كل حاجة في البلد، المواسير والنجف والتحف والمصانع والسرايات والزلط والطوب، ومسكوهم كل حاجة في الدنيا والسبح. منهم ضابط اسمه كمال الدين حسين. ما تعرفش ايه مؤهلات كمال الدين حسين عشان يقعدوه مكان الدكتور طه حسين. ده كمال الدين حسين. هذا هو كمال الدين. والراجل ده مسك وزارات تانية بعد كده، ولأنه عسكري فثقافته كانت على القد يعني، فخد قرار غريب جدا. ايه بقى القرار؟ بقى طه حسين في وزارة نجيب العلاج 43 ياخد قرار بمجانية التعليم حتى ابتدائي، وبعدين طه حسين في وزارة النحاس في آخر الخمسينات في آخر الأربعينات أوائل الخمسينات ياخد قرار بمجانية لحد ثانوي. معارك كبيرة جدا. بصوا بيبو ما دورش اهو وما لقاش الفيديو اللي انا بتكلم عنه بتاع البرنس يوسف كمال وهو بيقول له انت عايز تعلم الخدم. معركة كبيرة ما كانتش سهلة ان ابن الغفير يبقى مع ابن الباشا في المدرسة الثانوي. ده كلام، ده كلام يا دكتور طه، ده اللي بيقول له كده البرنس يوسف كمال اللي هو جده ابراهيم باشا، وده فيديو موجود جدا. المهم يعني اخذ قرار غريب كمال الدين حسين اول ما جاء، الغاء الفلسفه من على ثانوي. ليه حاج في حاجه؟ قال لك ماده ملهاش اي لازمه، وبعدين معلش يعني بتلخبط دماغ الناس، بتخلي الناس تفكر. وبعدين قالوا ده حقهم، قال لك بلا حق بلا كلام فارغ. الله، ليه يا حاج كمال؟ هي الفلسفه دس على طرفك في حاجه؟ لا مؤاخذة وانت صغير حد في الفلسفة ضايقك؟ المهم لما طلع القرار ده تصدى لكمال الدين حسين كتاب وأساتذة الأدب والفلسفة في الوقت ده زي الدكتور مراد وهبة وزكي نجيب محمود ومحمود أمين العالم وغيره وغيره يعني، واستطاعوا بحملة ممنهجة جعل عبد الناصر يلغي القرار ده. تخيل إلغاء الفلسفة. اتفضل بيه أهو، آدي ده الدكتور زكي نجيب محمود اللي بعده. بقى هات بقى الغاء القرار الله يخليك. ادي الدكتور مراد وهبه، هو طبعا مراد وهبه لسع دلوقتي وبقى في حته تانية، يوسف مراد فيلسوفا. دول الاساتذه اللي تصدوا للدكتور لكمال الدين حسين. لكن الحقيقه واتلغى قرار الدين كمال الدين حسين ورجعت الفلسفه. لكن اسلوب اتخاذ القرارات الجهله ما انتهاش بنهايه ده، ده فضل مستمر حتى الان في زمن العسكر، وتضييع حق المصريين بقرارات عشوائية زي إلغاء علم النفس والفلسفة اللي خلت مدرسين كتيرة جدا يفتكروا قرارات العهد النصري. المشكلة
مين يجيب؟ طب الفلسفة لها ناس وهتفضل تدرس، وعلم النفس له ناس وهتفضل تدرس، مواد ودراسات وكتب بتطبع فيها يعني. المشكلة بقى مين يجيب حق المدرسين دول اللي بيدرسوا فلسفة وعلم نفس، اللي اتخرب بيوتهم ووصلوا الحال يا إما يهاجروا أو يحرقوا شهاداتهم، أو يا إما ينزلوا يبيعوا تين شوكي أو يبيعوا حلبسة على كوبري 15 مايو. نشوف المدرس ده بيعمل كده. قعدت فيها 22 سنة، 22 سنة مش عايزها، مش عايز الشهادة أهي، مش عايز. الفرنساوي طول ما ربنا خلقنا وخلق التعليم في مصر هو مادة أساسية، جاي تخليها النهاردة مادة غير مضافة، مش عايز الشهادة بتاعتها. والله العظيم أنا غلطان إن أنا اتعلمت، والله غلطان إن أنا اتعلمت وضيعت عمري كله في التعليم. حسبي الله ونعم الوكيل، مش عايز الشهادة. أهي. الشهادة بتاعتها أهي. يعني ولا في تعيين حكومة ولا في أي حاجة، طب إحنا نعمل إيه طيب؟ أنا مش عارف أعمل إيه. الشهادة أهي. مش عاوز الشهادة. ولا بعض المصريين بيمتازوا بنسبة من الغباء في الدم، ما بتبقاش زي الانفلونزا كده تيجي وتروح، لا بتبقى متركزة في الجين بتاعهم في الدم. فبعض المصريين علقوا على الفيديو ده قالوا دي الشهادة المؤقتة. هي هي. أيوة يعني الموقف اعتراضي، احنا مالنا؟ ما هو يقدر يطلع 2000 شهادة بعد كده عادي يعني، انما ده موقف اعتراضي. انما تقول وتعيد لمين وتشكل ده وده؟ البهايم في كل حته. فالراجل حرق الفيديو. طب هنقول ده مدرس فلسفه، قصدي فرنساوي. انما اشوف مدرس الفلسفه ده بيقول ايه كده، اسمعوا. انا علي عبد الستار مدرس لغه فرنسيه مصدر رزق. ده مدرس فرنسي. دي كانت صغر لزوم الدعاية والكلام الجميل ده، ولكن ما فيش أجمل من اللي احنا فيه دلوقتي. أنا أكتر واحد ده البوست بتاعه من اللي احنا، أكتر واحد كنت رافض فكرة السفر اللي هو بلدنا أولى بينا وكل حاجة هنعملها تكون لمجتمعنا، واحنا اللي بإيدينا نبني ونطلع جيل عنده قيم ومبادئ وبلا وبلا وتحيا جمهورية مصر العربية 3 مرات. أنا آسف لكل طلابي، اي نصيحه عملتها لك اسمع قلتها لك في يوم من الايام انساها، لانه صدقني مش هتفيدك، لان الناصح نفسه ما عرفش يستفيد منها. انا غالبا همشي ومش راجع تاني. انا مش صعبان عليا زمايلي اللي اتخرب بيوتهم اطلاقا، الناس دي كلها شريفه ونظيفه. انا صعبان عليا الناس الشمتانه ام ضحكه صفرة دي، ما هو ده اللي بقول لك عليهم. والله ما صعبان عليا غيرهم. ليه بيصعبوا عليك ليه يا عم عبد الستار؟ أنا هطلع أحاول أزرع اللي معرفتش أزرعه هنا، هطلع أحاول أنجح نجاح يليق بيا كواحد عنده طموح، أو على الأقل يكفيني شرف المحاولة. اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال. ده علي عبد الستار اللي ولع في شهادته. لكن خلينا، أصل طلع واحد اسمه مكرم، مراد مكرم، يقول لك أصل دول بتوع السناتر. ما هو كان مراد مكرم ده نموذج لسوء التعليم اللي على يد العسكر. انا اشتغلت معه وعارفه، انا بكلمك على بني ادم انا عارفه كويس. ده قال لك اصل البلد بتتحارب بالسناتر وهم زعلانين على السناتر. طب مدرس الفلسفه اخباره ايه بقى؟ نشوف كده مدرس الفلسفه. يعني انا من يوم ما وعيت على الدنيا مدرسين الفلسفه شغالين وكلها بتدرس فلسفه، والحياه كانت زبادي خلاط. حبكت بقى لما ارمى تيجي يخش المجال تقول له لا، الرساله دي لكل حد بيحبني ولكل قرايبي وكل العيله الكريمه اللي كانت ايه منتظره مني ابقى قدوه، ما حدش يزعل مني. انا من الصبح هشتغل كبسه من الصبح، اقول ايه كفو يا ابو احمد. عشان بس في ناس مش فاهمه، سياده الوزير النهارده طلع قال ان في مواد خلاص هتبقى خارج المجموع، وفي مواد اتلغت اساسا من الثانويه العامه، زي الفلسفه ما بقتش في المجموع، زي الجيولوجيا الفرنساوي، الحاجات دي كلها ما بقتش في المجموع. اخوكوا فروسه بقى المفروض كان هيدرس ماده فلسفه ويبقى مدرس فلسفه وليه وضعه وبتاعه مع عربيه كاس بورتاج، فجاه بقى الماده اللي انا هدرسها دي اتلغت. انا من اصل فلسفه هتعمل ايه؟ الله يعني احنا بنعيد كمال الدين حسين تاني يا اولاد. طب سيبك من فلسفه. فلسفه هندرس بقى الفلاسفه اليونان والاغريق وكانت ووجع دماغ بقى يا ابويا. طب واخبار الجيولوجيا ايه؟ ايه اخبار الجيولوجيا؟ شوف كده مدرس الجيولوجيا ده ايه؟
طبعا يا جماعه بعد قرار الغاء الجميل بتاعنا ده اهم حاجه ناخدها في حياتنا ان احنا ما ينفعش نقطر. الماده اتلغت نسكت نشتغل على طول. يلا بينا يا ابن تعالى. احنا دلوقتي يا جماعه خلاص قررت على عربيه التنس شيكو الجميله ديت. انا خلاص بقيت ملك التنس شيكو دلوقتي. فانا دلوقتي جايب الاخ الكريم دوت هيعرفني بس زي ايه الشغلانه والدنيا. بس اهم حاجه جايبه همها الاول جايبه يعني مش هتتلغى يعني زي اللي بيحصل للخوازيق التنس اللي معانا ديت. ربنا يرضى. علمنا يا عم بقى كده اي حاجه كده. الزبون هيجي لك التنايه بخمسة جنيه. كل ده الواحده بخمسة. ما يلا ماشي تمام. خلي بالك ماسكتها كده. ايوه اهي اعملها كده واخدها خط كده. جميل. ونطلعها كده. ايوه الزبون قدامه اعملها. يا نهار ابيض انت جاي تشتغل ولا جاي اعمل واحده انت بيه. تعالى بيع لك بقى حبيب قلبي. تعالى تعالى بقى التاني شوك هنا. مفيش منه اتنين. يلا بينا. يلا يا باشا اول حاجه هنعمل كده. الله ينور عليك. صح ايوه صح. احط دي فين؟ ارمي العادي تحت. تمام هو بعد كده بقى ايه خط كده بالراحه عشان ما تبوظهاش ولا بوظها يا عم. لا وضعها كده تاني زي ما عملت. ايوه كده. مش نافع الشغلانه ولا ايه؟ لا لسه بتعلم. خلي بالك منه. ماشي. طب بعد كده اقوم فاتح بقى من هنا. افتح بقى الخط اللي انت عملته ده بالراحه. ايوه اخرب ياني. ايوه حط السكينه فيها تمسكهاش بايدك. ها ايوه كده. ايوه بالراحه. خدها صاحبي. يلا يا عم عربي ده يا جدعان. خلاص يا جدعان عرفنا رزقنا جايب فين. شوف هو انت يا اما من المنصوره يا اما من دمياط. انما مش مشكلتنا لا المنصوره ولا دمياط، انها مشكلتنا ان الجيولوجيا اتركنت. القصه ما تضحكش، القصه تحزن، لانه بعض المصريين اللي بقول لك الغباء عندهم والتناحه والميل الى التعريض الفري او حتى اللي مش فري في الجين جوه الجين جوه 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 مش حاجه عارضه كده هتعدي. فالقصه طب اذا كان بتاع الفرنساوي بزعلان على السنتر والسناتر والحاجات دي والدروس الخصوصيه، طب بتاع الفلسفه ده هيدرس خصوصيه ازاي؟ بتاع الجيولوجيا ده هيدرس ازاي؟ زي الممثل ده قلت لك انا مراد مكرم، لو تقرر الغاء نظام الثانويه العامه والتنسيق اسوه بكل الدول المتقدمه ويبقى حد ادنى من الدرجات عامه مع اختبار قدرات لدخول الجامعات، هل يعترض الشعب المصري بحجه خراب بيوت مدرسين السناتر؟ انا لو من الدوله احاكم اللي علمه. ما هو ده دي جي، ده كان دي جي في الاصل يعني، واتحدى يكتب عربي كويس. انا عارفه كويس يعني. طب قدرات ايه اللي هتاخدها لما هو اصلا ما خدش حاجه؟ قدرات ايه؟ رفع اثقال مثلا؟ قدرات ايه؟ بوكس؟ قدرات ايه لما انت بتقول معلش هتالي هنا كده بيقول ان احنا ندي للطالب الثانويه العامه تبقى اسهم كل الدول المتقدمه. مين اللي قال لك الدول المتقدمه ما بتديش حاجه ويبقى حد ادنى من الدرجات عامه مع اختبار قدرات لما هو ما خدش حاجه في الثانوي؟ قدرات ايه لما ما خدش حاجه في التعليم اصلا وطلع زيك كده؟ الدوله اعمل له قدرات على ايه؟ ما هو ما خدش. اجيب طالب ما فيش اي حاجه كده يعني بص زلنطعي واعمل له قدرات واحاكمه على ايه؟ اصل الطب مش موهبه. طب الرسم هعمل له قدرات في الرسم. انما الطب مش الهندسه مش موهبه. الهندسه لازم يتاسس، الطب لازم يتاسس، واساس الاساس بقى انه يتعلم ازاي يفكر. المشكله مش في السناتر يا حالتها، انما المشكله في مدرسين وطلبه وتعليم ومستقبل وعشوائيه قرارات. المشكله يا حالتها في انه القرار بيتاخد غصب عن الشعب ولا يعرض على برلمان ولا حوار مجتمعي. المشكله في الغاء الفلسفه والمنطق والجغرافيا واللغات غصب عنك. هي دي الفكرة. مين يجيب حق المصريين اللي يئسوا من بلد بتتاخد فيها القرارات بشكل مرعب كده كأنه الحاكم بأمر الله؟ خلت كلمة أو الكلمة المنسوبة لسعد زغلول مفيش فايدة هي الشعار. شوف المدرس ده. السلام عليكم. احنا عايشين في بلد مرعبة
والله العظيم احنا عايشين في بلد مرعبة. احنا في بلد بتتخذ فيها قرارات بشكل مرعب. يعني وزير لسه ملحقش يقعد على مكتبه، ملحقش يحفظ حتى اسماء الناس اللي شغالة معاه في المكتب، واكاد اجزم انه ما يعرفش النظام في المدارس ماشي ازاي ولا التعليم عامل ازاي، لانه كان اصلا جاي من دكتور وما بقاش دكتور، وحاجة ما احناش فاهمينها كده. ومع ذلك يروح واخد النهاردة قرارات ثورية ما خدهاش متخصصين في التعليم. يعني ايه مثلا على سبيل المثال ان هو عاوز يخلص الترم الاول 10 مارس وبعدين يبدا الترم الثاني 21 مارس ويقعد لشهر 7. هو احنا في الدنمارك ده احنا بنيجي في اخر شهر 4 بنبقى ناقص نعلق حقن اكسجين عشان الدنيا حر. لا انت قاعد المدارس مش مكيفه ولا المكاتب مكيفه، عايز تقعد العيال للوقت ده كله في المدارس؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، من في يوم وليله كده العالم كله ماشي على التكنولوجيا دلوقتي وعلى اللغات، تروح لاغي اللغه الثانيه، الدنيا كلها بتمشي في اطار ان انت تحافظ على اللغات بتاعه العيال، تعلمهم لغات ثانيه مش تلغي اللغه خالص. هم المصريين قطريين هيروح يدرسوا كورسات عشان ياخدوا لغات؟ ده هو المنفذ الوحيد ل 90% من المصريين المدارس اللي انت مسؤول عنها دي. حاجه تفكير بشع. وبعدين علم النفس والفلسفه والاجتماع، الحاجات اللي هي بتاعت ادبي اللي هي طول عمرها العيال كانت بتلم منها درجات وبتشغل مخها تفكر يعني تشوف الدنيا فيها ايه، تروح لغاها لهم خالص. المدرسين بتوع المواد دي هيعملوا ايه؟ انت خليت الفرنساوي مثلا عامل زي، اسف في الكلمه، عامل زي الدين والرسم، حاجه يهتم بيه لانه معلوش مجموع. هو ما بلاش المدينه الفاضله دي. الحاجه الوحيده اللي الواحد بيتاكد منها والله العظيم ان سعد زغلول ده كان عبقري، عشان قال جمله واحده بس، مفيش فايده طول ما انت عايش في مصر ورحمه ابويا ما في فايده. لا معلش في غلطتين هنا او غلطه، يعني انه سعد زغلول ما نعرفش قال امتى مفيش فايده وهي قالها ولا لا. حاجه الثانيه يا استاذي الفاضل، شوف انت قلت ايه، انت حطيت ايدك على حته ان بقى زي الدين الفرنساوي، بقى زي الدين ماده ملهاش لازمه. الدين ملوش لازمه، هو ده اللي عمله العسكر، ان الدين بقى ماده ملهاش لازمه لانها خارج المجموع. تص اي حاجه حتى في التصحيح، ما خلاص بقى مين هيهتم؟ الراجل ده حط ايده على حته ان الفلسفه وعلم النفس والفرنساوي بقوا زي الدين كده، ماده ملهاش لازمه. مين يجيب حق المصريين اللي طبعوا الكتب بالملايين وضاعت كل الكتب دي بسبب قرارات عشوائيه؟ اسمعوا الراجل ده بيقول ايه. انا اشتريت كتب اولى ثانوي من عندك وانا في القاهره، كده هرجعها لكم ازاي لو سمحت؟ بصوا يا جماعه انا لسه قايل ان هي مصيبه بصراحه، بس وانا قاعد بصراحه مش عارف اعمل ايه. يعني انا قاعد مش عارف اعمل ايه. طبعا اولياء امور جات لي كتير المحل، وطبعا هي عايزه فلوسها فكميه مرتجع كبيره. فبالنسبه للناس اللي بره المحافظات انا هشوف بس الشركه هترد تقول ايه، وانا هنسق ما بين الناس وما بين الشركه، بمعنى ان تشحن على طول على الشركه وهحول لك فلوسك فودافون كاش. يعني الشركه تقول ان انت استلمت منك كذا 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 وتبعت لي، وانا هبعت لك الفلوس بتاعتك. بس ايه اللي هيحصل بالظبط انا لسه ما اعرفش، اما نشوف الشركه تطلع تقول لنا ايه، وربنا يستر من اللي جاي بصراحه، لان ده مفيش تفكير ومفيش بصراحه اي تخطيط للي جاي. يعني بعد ما الكتاب ينزل ويتباع ويتوزع ده يحصل ازاي؟ انا مش فاهم. هو في ناس بتقول لي ده احسن ويقضي على الدروس واللي مش عارف. لا ده مش احسن، ده اقتصاد بلد، ده مبالغ مدفوعه في ورق مستورد وجاي وشغالين بيه وعماله كتيره شغاله فيه. كل ده المجهود ده راح في الفاضي، دي خساره للبلد، دي خساره مش للشركه، دي خساره للبلد. اللي فاهم صح هيفهم، مش هيش ما تقول لك اصل الدروس ومش الدروس والسناتر، الموضوع مش كده. يعني في شركه استوردت ورق وجابت اساتذه حطوا المنهج وطبعوا ده في كتب في مطابع ودفعوا فلوس، وده تاجر صغير اخد الكتب دي، وفي اولياء امور اشتروها، ودلوقتي بعد القرارات القصه باظت. اولياء الامور عايزين يرجعوا الكتب للراجل ده، والراجل ده راح خد الكتاب ده من الشركه اللي هناك. الشركه بقى لسه هو بعت لها يا جماعه عايزين نرجع كل الحاجات دي، وبالتالي الناس اولياء الامور يرجعوا للشركه والشركه تتصفل معاها. طب وبعدين القصة دي تخلص امتى؟ مين يعوض التاجر ده؟ لا، مين يعوض يرجع فلوس الاهالي؟ ومين يعوض التاجر ده؟ ومين يعوض الشركة اللي طبعت اللي صرفت؟ مين هيجيب حق كل الناس دول؟ ومين هيجيب حق الطلبة اللي مدارسهم بتتهد عشان
ياخدوها الأجانب يعملوا عليها ملاهي وكافيهات في وقت انت شردت آلاف المدرسين بقرارات خايبة. اتفضل يا بيه. الحكومة بتزيل عدة مدارس في مطروح لإقامة مشاريع سياحية. مين هيرجع للبلد فلوس المباني دي؟ ما هي دي مباني ومقاولين دخلوا فلوس، مش دي مباني مدارس؟ مش هيئة الأبنية التعليمية أو الجيش صرف للناس دي ملايين في المدارس دي؟ مين هيرجع الفلوس دي بقى؟ بتاعت الشعب. طب السؤال التاني، بالنسبة هل معقولة المنطقة ما فيهاش مدارس بقت خلاص سياحة يعني؟ ما فيش بني أدمين ساكنين هنا؟ ده احنا عبد الناصر بيتباهى لحد دلوقتي بأنه عمل وحدات صحية ومدارس في القرى والنجوع. تخيل دول وصلوا لمرحلة انهم بيهدوا المدرسة. ده انت اصلا ما عندكش مدارس، ده انت عايز تاخد الابنية وزارات الشباب الاندية الرياضية مراكز الشباب والازهر وهتلغي اجازة السبت عشان كثافة الفصول. الله يرحمك يا دكتور طه، والله الله يرحمك. زمايلي لقوا الفيديو، اعرض عليكم الفيديو دي قبل ما نتنقل لحق تاني بقى عشان نسيب التعليم. نشوف الدكتور طه حسين لما قابل البرنس يوسف كمال. شوف كده. دكتور طه، انت صاحب الرأي الخالد، العلم كالماء والهواء، بل صاحب النضال من اجل تحقيق ذلك. الاشياء دي اصبحت متحققة هذه الايام، ايه اللي تحب تقوله في ضوء خبرتك؟ احب ان اسأل الله الرحمة والرضوان للأستاذ المرحوم نجيب الهلالي الذي كان وزير المعارف وقتا ما مرتين، وهو أول من قرر مجانية التعليم الابتدائي، وأنا قررت مجانية التعليم الثانوي والفني. وأحب أن أشكر للسيد رئيس الجمهورية أنه حقق مهما منعت أنا من تحقيقه، وهو مجانية التعليم الجامعي، فقد طالبت به عندما كنت وزيرا ولكن الملك أبى ذلك كل الإباء وقال إني أريد أن أنشر الشيوعية في مصر، وقبل الوزراء رأيه فلم يوافقوا على مجانية التعليم العالي. وما أنسى فلن أنسى حديث الدار بين الأمير محمد علي، محمد علي وبين مصطفى النحاس رحمه الله أيضا بمناسبة مجانية التعليم وبمناسبة الماء والهواء التي تذكرينه. فقد قال محمد علي للنحاس: إذا كان طه حسين سيصل إلى ما يريد ويعلم الناس جميعا فمن يخدمنا في بيوتنا؟ فرد عليه النحاس رحمه الله ردا حسنا جدا، قال له: إنك راجع من أوروبا في هذه الأيام وقد كنت في الفنادق الكبرى هناك. قال: نعم. قال: لم تكن تخدم في الفندق؟ قال: بلى. قال: فكل الذين كانوا يخدمونك في الفندق تعلموا كما يريد طه حسين أن يعلم الناس. قال: إذا كان هذا كذلك فلا بأس. أنا آسف، قلت البرنس يوسف كمال، هو البرنس محمد علي بتاع قصر محمد علي اللي هو يبقى ابن الخديوي توفيق. إنما الفكرة أنه طه حسين خاض معركة شرسة عشان يصل بالتعليم إلى أنه يبقى ثانوي مجانا. عبد الناصر وصلها للجامعة، لكن حط كمال الدين حسين زي ما قالوا الأستاذ أو زي ما قالوا الأساتذة. النهاية التعليم وصل لمرحلة أنه جابوا برشمجي مكان نجيب الهلالي ومكان طه حسين عشان يلغي الفلسفة والمنطق. لو سيبنا التعليم خالص ومدينا نظرنا بعيد شوية، هنلاقي مصر كلها بتسأل نفس السؤال ده: فين حقنا؟ فين حقنا في دكتور في مستشفى عام مش لاقيينه؟ شوفوا الست دي وشوفوا الصرخة ومستوى صرختها، إنها مش لاقية في مستشفى ودافعة مش لاقي دكتور يعالجها.
شوف فلاقيين يا سيسي، احنا بندفع وبنقول مفيش دكتور استقبال مستشفى. ايه مفيش دكتور استقبال؟ واحد عمالين ندور على دكتور فيها مش لاقيين دكتور. واحد واحد الله ماشيين اهي، مفيش دكتور ماشيين في مستشفى ندور على دكتور، مش لاقيين دكتور. امي ست مريضه قاعده هاديه، الناس مرميه. فين فين حقنا كمواطنين؟ فين حقنا كمواطنين يا سيسي؟ بنديل حقنا فين؟ حقنا فين؟ حقنا فين كمواطنين؟ الناس ناس مرمية، مش لاقيين دكتور. هات لنا دكتور. بص الناس، بص الناس ادي مفيش حد قاعد اهي. وبوريك الكلام فين؟ فين حقنا؟ فين حقنا كناس؟ الست مرمية مفيش دكتور فيها، مش لاقيين دكتور. عمالين ندور على دكاترة مش لاقيين. فين حقنا كمواطنين؟ فين حقنا؟ فين حقهم يا سيسي؟ الست دافعة. الست شوف المستشفى والوساخة اللي فيها، شوف القذارة اللي في المستشفى. معلش يرجع بالفيديو. أيوة بص الطرقة وسخة ازاي، ده مفيش دكتور مفيش نظافة. بص ده مش مستشفى، دي مش مستشفى. بص وكله اهو، وهتلاقي الست نايمة. بص 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 بيجري الشرطة، الشرطة بتجري، الشرطة تقبض على الناس. بس فين حقهم يا سيسي؟ الناس دافعة، الناس دافعة فلوس. بص المستشفى وسخ ازاي. اتفضل اتفضل. بص المستشفى بذمتك دي مستشفى ولا مراحيض عمومية؟ والست نايمة على الترولي. نفس القصة في البوست ده أو المانوشر ده عن ست ماتت وهي على الترولي. لايف بصراحة يرصد تفاصيل مأساوية في وفاة سيدة شبرمنت. أمي كانت داخلة تعمل عملية تغيير مفصل، مفصل. الأطباء طلبوا إشعة للإطمئنان على حالتها، قالوا الأسانسير عطلان. بعد نص ساعة اشتغل، خدناه على الترولي وفتحنا باب الأسانسير للآخر. مجرد ما طلعنا الترولي بره الأسانسير طلع بيها فوق، اتحبست بالأسانسير من فوق وفضلت تنازع للدور الأرضي. صدرها ورقبتها اتكسروا والأسانسير ولع وفصل. فضلت مزنوقة تلت ساعة وبعدين اتشهدت. فين حق الناس دي يا سيسي؟ الست اللي صرخت لك في الفيديو دي لخصت قضية وطن في سؤال للسيسي، فين حقنا؟ مش لمصطفى مدبولي. فين حقنا كمواطنين في الصحة والتعليم والأكل والعيشة والسكن؟ انت قيدت كل دول على الأمن وضحكت على المصريين بجملة ان انا الأمن والأمان. الست اللي في الفيديو ما سألتش وزير الصحة ولا كلمت رئيس الوزارة ولا كلمت رئيس البرطمان، لأنها تعلم أن كل دول أراجوزات. السؤال كان للكبير بتاعهم اللي خربها وقعد على تلها، السؤال كان للسيسي.